السلام عليكم، كيفكم حبايبي الأطفال؟ كيفكم اليوم؟ معكم ميرفت فاروق من مدرسة وروضة جيل الراشد. اليوم سنتحدث عن تمييز الأوقات في اليوم. ماذا أقصد؟ هل إحنا دايماً بنكون نهار؟ هل يعني كل اليوم اللي بنقضيه بيكون دايماً صبح ونهار وفضا؟ ولا بيكون نهار وبيكون بيجي وقت ليل؟ إذا اليوم الواحد فيه يأتي الصباح النهار ويأتي الليل، ومن الصباح إلى الليل نمر في فترات زمنية معينة. مثلا لنتذكر مع بعض الصباح، ماذا نفعل نحن كل يوم صباح؟ الصباح من وقت شروق الشمس، وقت شروق الشمس كانت نايمة وصحيت طلعت، شفتوا كيف نورت على كل المكان؟ طيب ماذا نفعل في الصباح؟ دائما ننظر للصور من جهة اليسار. ماذا نفعل في الصباح؟ كالمعتاد الصباح نقوم نغسل يدينا، نغسل وجهنا، ننظف أسناننا، نلبس ثياب المدرسة ونذهب إلى مدرستنا، وتكون الشمس لسه طلعت وصحيت مثلنا ونورت كل المكان والكرة الأرضية. نأتي إلى ماذا يحدث؟ الشمس الآن جاء الظهر، ماذا يحدث في الظهر؟ الشمس تصبح عمودية، تصبح قوية علينا، يصبح الجو حار. قليلاً نكون نحن قد انتهينا من المدرسة وعدنا إلى المنزل، وعندما نعود إلى المنزل نغير ملابسنا، نغسل أيدينا، نجلس للغداء، ثم بعد الغداء نجلس للدراسة ونحل الواجبات. إذا يكون قد انتهى الظهر وانتهى العصر واقتربنا إلى الليل. أصبحت الشمس الآن ستغيب، تغيب، تتخبأ وراء الجبال وتذهب للنوم، ويصبح هذا الوقت ليلاً، ليلاً. إذن اليوم فيه صباح وفيه الليل، وخلاله نمر بالظهر والعصر. الليل يبدأ من عند الغروب، عندما تغرب الشمس يصبح ليلاً. إذن الآن نأتي لنعرف في الصباح ماذا نفعل وفي الليل ماذا نفعل. مثلا أنا الآن لننظر إلى هذا الولد، متى نذهب لتنظيف أسناننا؟ نذهب، أحسنتم، نذهب في الصباح ننظف أسناننا قبل الذهاب إلى المدرسة، وفي الليل قبل النوم. طيب إذن لننظر إلى هذا الولد، عندما يأتي لتنظيف أسنانه كم يأخذ من الوقت؟ يعني بياخذ مثلا ساعة هو واقف المية عم تكب وعم ينظف أسنانه ساعة؟ أكيد لا، هو يجلس لينظف أسنانه ويأخذ معه تقريبا دقيقة إلى دقيقتين. إذن هو يأخذ دقائق في تنظيف أسنانه، وفي الليل أيضا يأخذ منه دقائق في تنظيف أسنانه. ننظر إلى هذا الولد ماذا يفعل؟ يغسل وجهه ويديه. إذن هذا الولد كم يأخذ وهو يغسل وجهه؟ هل تجلسون وأنتم تغسلون وجهكم ساعة أم دقائق؟ أكيد دقائق، أحسنتم. إذن أستغرق في تنظيف وجهي دقيقة واحدة فقط، ولا نجعل الماء يضل نسرف في الماء، لا نسرف في الماء، إذن إحنا دقيقة فقط. طيب عندما يذهبون الأولاد ليلعبون معا، مثلا بابا أخذك وماما ورحتوا على الحديقة وصرتوا تلعبوا كرة، ماذا؟ هل الكرة عندما نجلس نلعب كرة، هل نلعب دقيقة واحدة؟ يعني نفس وقت اللعب في الكرة نفس وقت تنظيف الأسنان؟ أكيد لا، اللعب في الكرة يأخذ منا ساعة أو ساعتين، إذن يأخذ منا بالساعات. أما بالنسبة لتنظيف الأسنان أو الوجه فيأخذ منا بالدقائق. ننظر إلى هذه الفتاة الصغيرة مع والدتها تساعد ماما في المطبخ، كم يأخذ من الوقت؟ يأخذ من الوقت ساعات، أحسنتم، تقريبا ساعة في الطهي حتى يعدوا الطعام. إذا عرفنا كيف الأوقات في اليوم صباحا وليلا، وعرفنا ماذا يلزم لكل شيء من وقت. هناك أشياء تأخذ منا دقائق وأشياء تأخذ منا ساعات. تذكروا معي مثل ماذا ممكن أن نفعل أشياء بدقائق ونفعل أشياء بساعات. طيب حبايبي الأطفال، نفتح كتاب التمارين صفحة 31. اليوم
نريد أن نحل هاي الأسئلة. تحدي رقم واحد، أحوط الوقت الصحيح لعمل النشاط خلال اليوم، يعني متى مثلا نحن نلعب؟ متى نلعب؟ كالمعتاد، هل نلعب بالليل؟ الليل أم النهار؟ متى نلعب؟ نضع دائرة، أشوف أنتوا ضعوا دائرة قبل مني. النهار، أحسنتم. طيب، هذا الولد عندما يذهب إلى النوم، متى نذهب إلى النوم؟ بالليل أم بالنهار؟ هناك أفعال نفعلها في الليل وأفعال نفعلها في النهار. إذن هو يذهب إلى النوم، هو ونحن أيضا نذهب إلى النوم في الليل. طيب، ننظر للأولاد الحلوين، هدول ذاهبين إلى المدرسة، متى يذهبون إلى المدرسة؟ في الليل أم في النهار؟ يلا ضعوا قلم، ضعوا دائرة قبل أنا. يذهبوا إلى المدرسة في النهار، رائعين. طيب، نأتي لتدريب رقم 2. نريد أن نعرف كم يستغرق منا هذا النشاط من الوقت، يعني تنظيف الأسنان يأخذ مني دقائق أم ساعات؟ تنظيف الأسنان دقائق أم ساعات؟ هو يأخذ مني دقائق، أحسنتم. طب ننظر لهذه السيارة، تريد أن تذهب تسافر من عمان إلى الكرك. أنتم تعرفون أن عمان هي المدينة التي نعيش فيها نحن الآن، الكرك هي مدينة بعيدة تأخذ منا كثير من الوقت، هل تأخذ منا دقائق؟ دقائق حتى أذهب إلى بيت جيراني أو أذهب إلى الماركت الصغير، لكن بالنسبة للذهاب من عمان إلى الكرك فإنه يأخذ مني ساعات وليس دقائق. ضعوا دائرة. طيب، نذهب إلى هذا الولد الآن، هو يريد أن ري الحديقة، يعني يريد أن يسقي لنا الحديقة، يريد أن يسقي الحديقة. إذا كانت حديقة كبيرة كم يأخذ معه وقت، دقائق أم ساعات؟ نعم، يأخذ بالساعات، ممكن تأخذ منه ساعة، ساعة ونصف، المهم ما بتأخذ منه دقائق. ننظر لتدريب رقم 3، وصل بين الصورة وما يناسبها من وقت فيما يأتي. الآن هذه الفتاة تريد أن تتغذى، هل يأخذ منها الغذاء أنها تأكل بدقيقتين ثلاث؟ هذه الفتاة يأخذ منها الوقت، يعني دقائق وليس ساعات، مش ممكن تجلس تأكل ساعة، يعني ممكن تأخذ منها مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، إذن هي لا تأخذ منها ساعات. الآن هذه الفتاة عندما تذهب إلى النوم كم يأخذ منها الوقت؟ هل ننام دقيقتين ثلاث مثلا، 4، 5، 10 دقائق؟ لا، ننام بالساعات، ننام بالليل ونستيقظ صباحا، ننام تقريبا 6 ساعات إلى 7 ساعات كل يوم. هذا الطفل يريد أن يقطع هذه المرأة الكبيرة الشارع، فقط قطع الشارع، كم يستغرق قطع الشارع؟ كم يأخذ من الوقت؟ هل يأخذ دقائق أم ساعات؟ هو يأخذ دقائق فقط، يذهب ويقطع الشارع ثم يذهبون إلى عملهم أو أماكنهم. طيب حبايبي، لا ننسى نحل التدريبات، كتاب التمارين، وتبعثوا لي الواجب لأكافئكم. شكرا لكم.